مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. فالنهار ان شاء الله نقدمكم واحد الموضوع اللي في حقه هو شامل للعنوان ديالو، وهو العشر اخطاء الشائعة في تربية الارانب مع طرح الحلول، يعني نذكروا الاسباب ونطرحوا حتى الحلول. اذا انا دونتهم لكم في واحد نقط، هي 10 نقط وهي شائعه. اذا النقطه الاولى وهي عدم تحصين الارانب، نقطه مهمه هذه، بحيث يجب تحصين الارانب لان كاين واحد الامراض موسميه خصوصا في شهر 3 و6 و9. هاد الامراض الموسميه خصنا نكونوا دايلها تحصين ضد التسمم الدموي. التحصين شنو هو؟ هو ابره ديال كونيبخافاك معروفه، الاسم ديالها كونيبخافاك. اذا هاد التحصين هذا شحال من واحد غلط وكيقول بلي لا انا كنعيش الارانب ديالي بلا تحصين، يعني غادي يعيشوا غير هكاك ما نحصنهمش، وراه داز عليهم العام وراهم مزيانين. واخا يكون داز عليهم العام، الا كنتي كسبتي واحد النتوات، يعني بغيتي تخليهم باش يولدوا، كون متاكد ان غادي يجي واحد الوقيته اللي ما غاديش يكونوا اكتسبوا هذاك المناعه، ويقدر لا قدر الله يموتوا. يا حتى الانسان كذلك، لاحظوا ان كاع اي واحد كيدير التحصين في الصغر ديالو، يعني الجلبه شنو هي؟ راها عباره عن تحصين. اذا النقطه الثانيه وهي تقديم او اعطاء جرعات زائده من الفيتامينات او الادويه. شحال من واحد كيمشي كيقول بلي مثلا الجرعات اللي كاينين اذا مشيت تعطيت اكثر راه غادي يكونوا مزيان. بحال نقول الفيتامين غتعطيهم معلقه واحده، نقول لا انا نعطيهم جوج معلقات باش يوليو اصح. لا الفيتامين لا الدوايات ديال الارانب خاص تعطيهم بالجرعات المناسبه، ما تزيدش فوق واحد المثل كيقولوه بالدارجه، كيقول لك الدواء كيتعطى بالغرام ماشي بالعرام، يعني ماشي الا عطيت الا شربتي الدواء اكثر من الحد راه غادي تولي مزيان، راه بالعكس داك الشيء يقدر يتقلب، ما يبقاش خدام، غادي يولي بالعكس غادي يولي ضر، غادي يولي مضر. اذا ضروري نقراو هذاك الوصفه الطبيه او نسولو البيطاري ديالنا، يعني شحال ديال 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 الجرعه اللي غادي اللي مسموح بها انني نعطيها للارانب ديالي. اذا هذه نقطه. النقطه الثالثه وهي الاهمال ديال الارانب من حيث النظافه. ضروري ان الارانب ديالي ديما نقي عليها. شحال من واحد كيقول لك لا وانا كنخليهم واحد اربع ايام خمس ايام وحتى السيمانه باش كنقي عليهم، راهم الارانب ساهلين في التربيه. فعلا الارانب ساهلين في التربيه، ولكن ماشي لدرجه انك غادي تخليهم واحد ايام ولا اربع ايام، خصوصا التربيه الارضيه. الناس اللي كيديروا التربيه الارضيه ضروري ينقيو وينقيو وينقيو على الارانب ديالهم. اذا هذه نقطه وزيدون حتى الناس اللي عندهم، سمحوا لي، حتى الناس اللي عندهم الكيجان بحال هكا، لما لا واحد النهار نديروا غير الغسيل ديال القفص. نشد القفص مثلا جوج سيمانات، انا داير هذه الطريقه هذه ديال الميكا، كلشي كيتجمع في الطاس انتوما، ولكن بانيو، ولكن خاص ضروري ان هذا الكاج حتى هو مره يتغسل، يعني القناه ديالو مثلا، هذه القناه ديالو ممكن ان داك الشيء تراكمات تجمع، دير واحد النهار مثلا جوج سيمانات ولا ثلاثه سيمانات وحيد الارانب وغسل الكاج كامل. هذا بالنسبه عاوتاني الناس اللي عندهم البطاريات ولا الكيجان الاقفاص. كاينه قضيه اخرى وهي عدم اعطاء الماء للارانب. كاين هذه فكره خاطئه، كاين الناس اللي كيقولوا لا الارانب ديالي ما كنعطيهمش الماء. ما يمكنش الارانب ما تعطيهمش الماء. الانسان، النبات، الحيوان، اي واحد خصو الماء.
وجعلنا من الماء كل شيء حي. كاين الناس اللي كيمشيو كيقول لك احنا ما كنعطيوش الارانب ديالنا الماء وراهم عايشين، راهم غالطين. هذوك اغلبيه يكونوا داك الناس ديال الباديه. شنو كيعوض الماء الارانب؟ وهو هذوك هذاك الخضره اللي كيعطيهم. الخضره فيها الماء، النباتات راه فيهم الماء، واخا عايش مسكين هذاك الارنب ولكن راه عايش معذب، خاصك تعطيه الماء ولو في الطاسات بحال هكا، ولو الناس اللي دايرين بحال هذاك التيويات وفيهم الحلامات حتى هما كذلك، ماشي مشكل. اي حاجه على حسب المتاح عندك، غير طاسه بحال هذه ممكن انك تعطيها للارنب وراه مسكين غادي يشرب منها وغادي يعيش. اذا هذه نقطه. نقطه اخرى وهي عدم عفوا، وهي اعطاء الارانب حبوب منع الحمل. هاد النقطه هذه راها هضرت عليها في واحد الفيديو سابق، هي فكره يعني شائعه في هاد الايام ما بين في هاد المنطقه الشرقيه بعدا، ما بين الناس يعني المربين كيصحابوا باللي الا مشيت تعطيتي يعني حيت حبوب منع الحمل، حيت علاش؟ لانك تعطى مجانا في السبيطار. ملي كتعطى مجانا في السبيطار سمو كيوقع الناس كيقولوا لا نجربوه، جربوها شي وحدين ولقاو الارانب ديالهم في هذا العام بعدا ما ماتوش. لان الخطا اللي كاين في هذه الايام ان المرض ما جاش في هذا العام. شنو صحابو باللي راه هذاك الحبوب ديال منع الحمل راه هي اللي حماتهم. راه كاين الناس اللي ما دايرينش كاع الدواء وراه ما ماتوا لهمش الارانب ديالهم. حاولوا انكم ديروا الدواء ديال الارانب الخاص بالارانب. هذاك التجربة انني نشد واحد الدواء كما كانوا نعطيه للارنب وراه ما غاديش يموت، هذيك راه فكرة خاطئة. حبوب منع الحمل راني سولت وعاود سولت ما كتربط حتى صلة بالارانب، ما عندهمش شي صلة بتربية الارانب هذوك الحبوب ديال منع الحمل. اذا هذه نقطة. نقطة اخرى وهي عدم تشميس الارانب. انا كنقول عدم تشميس الارانب ماشي انكم تحطوهم في الشمس مباشرة، ولكن يكونوا واصلهم الاشعه ديال الشمس. مثلا شوفوا هنايا راه في الصباح كتصبح ضاربه الشمس هنايا، نتوما راه هنا في الصباح كتكون ضاربه الشمس ولكن غير الاشعه ديالها خفيفه، يعني تكون داخله المكان، ماشي تكونوا نتوما دايرين في واحد الكراج مثلا ولا في واحد البيت مظلم ما كتوصلهم لا الشمس لا والو. هذاك الشمس راها ضروريه، راه فيها طاقه اي تي بي معروفه، طاقه اي تي بي اسمو كدير الجسم. ضروري انكم تحميوا الارانب ديالكم، وهي الشمس اصلا راه معقمه كتعقم، وفي نفس الوقت العظام انها كتقوي العظام وفيها طاقه اطيب. اذا هذه نقطه. كاين نقطه اخرى وهي توجيه الارانب للتيارات الهوائيه المباشره. شحال واحد غادي يقول باللي غادي كاين الصاد نشد واحد الفرفاره، نشري واحد الفرفاره ويوجهها الارانب ويخليها يعني ضاربه فيهم باش يتبردوا. هذاك ماشي هو تربيه الارانب بتاتا. ما كاينش فرفاره كتضرب في الارانب مباشره، مثلا هما عرقانين وتدير لهم واحد الريح يعني كاين السخونيه وكاين الريح. لا، هذا خطا. كاين الصحيح وهو التيارات الهوائيه الكوروندير، يعني البلاصه اللي نتوما في البيت اللي كاين فيه الارانب ممكن انكم تستعنوا في الفرفاره، ولكن خاص يكون واحد التيار كيدخل من الباب مثلا وكيخرج من الشرجم، يعني كيدور في هذاك الغرفه. هذاك هو الكوروندير، يعني كاين واحد التيار وما يكونش مجهد. وكاين الناس اللي عاوتاني كيستعنوا بالفرفارات المتحركه، يعني كتبقى تدور حتى هذيك ممكن انكم ديروها. ولكن باش تجيب واحد الفرفاره وتحطها مباشره على الارانب راها فكره خاطئه. كما قلنا الفرفارات اللي كتدور يعني متحركه، يعني هي الفرفاره ديالها كتدور وفي نفس الوقت هذيك الفرفاره كلها كتدور، الدور مره كتعطي اليمين مره كتعطي الشمال، هذيك ممكن انكم ديروها. كاين
نقطة أخرى هي نقطة رقم 8 وهي إعطاء الماء البارد في فصل الصيف مباشرة للأرانب. شحال من واحد غادي يقول آه لا غادي يدير بحال هكا، غادي يقيس الماء هكا، غادي يقيس الماء بحال هكا يقول لا راه بدا كيسخن، نشد الماء من الثلاجة ونعطيه للأرانب ديالي. هذيك فكرة خاطئة 100%. إذا مشيت استعطيت الأرانب وهما المصارن ديالهم سخونين صافي غير توادع معاهم، راهم كيتنفخوا لهم مصارنهم وكيموتوا. عطيهم الماء يعني تكون درجة الحرارة ديال الماء ملائمة للمكان اللي هما فيه. إذا كان المكان شوية سخون ممكن أنك تعطيهم الماء وتخليه في واحد الجهة حتى يشد الحرارة ديال 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 المكان اللي موجودين فيه الأرانب، عاد ممكن تعطيه. هذه هي الطريقة الصحيحة. إذا هناك نقطة أخرى وهي البخل. البخل على كاين على التربية في تربية الأرانب. يعني كاين شي واحد كيقول لا أنا غادي ندير المشروع وما غادي نصرف عليه حتى ريال، غادي نشدو وما غنشري لا حتى نوع من الحبوب، غنبقى نعطيهم غير حشاكم الأزبال. يعني ممكن أنه يبقى يشري الخضر ويعطيهم الشياطة، هذه مسموح بها ماشي مشكل. يعني عطيتهم القشور، عطيتهم الدواء ديال المرارة وصافي وتعطيهم القشور. أما باش كاين الناس اللي الله يسمح لهم كيمشيو كيديروا مع شي خضارة ملي كيبيعوا الخضرة، منين يضيع هذيك الخضرة كيشدوا هذيك الخضرة التالفة الضائعة اللي فيها الريحة المعفنة ويعطيوها للأرانب. هذوك راه كتعدى على ديك الأرانب ديالك. إذا البخل ما يكونش، خص ضروري أنك تصرف باش تربح ضروري. كاين نقطة أخرى وهي كشف الأرانب على الغريب. هذه نقطة أخيرة ويعني ما غاديش نتساهل مع شي واحد إلا مشى تدارها. إن هاد التربية ديال الأرانب كلها يعني واخا تصدق يصدقوا لك الأرانب ديالك، واخا دير الدواء، واخا دير يعني الاحتياطات، المهم كاع النصائح كلها طبقتيها وبقى في الاخر الفرحه انك ربحتي من واحد هذاك المشروع، وتبقى تعاود على الناس باللي راه انا ربحت، او تشد مباشره وتشد مثلا شي واحد عزيز عليك ولاد جيران مثلا وتدخلوا وتكشف الارانب ديالك وتقول له شوف العدد شحال ولاو عندي. شوف هي فرحه، انت كتكون فرحان ان المشروع نجح، ولكن تكون مباشره تكون متاكد ان راه هذاك. يعني واحد السيد كان حكى لي وعطاني واحد التشبيه، وداك التشبيه بغيت نقول لكم، وهو ان هذاك ملي كتدخل لهم الغريب الارانب ديالك كانك درتي القرطاس. يعني مش ديتي القرطاس وبقيتي كتسيري فيهم، راه كيبقى يموتوا انت ما كتعرفش شنو السبب. وانا داويتهم هنا درت كذا، وكيبقاو يموتوا يوميا. يعني كيخرج هذاك الشخص من عندك من الدار كيموت الاول، وكيبقاو يتوالوا حتى كيشيطوا لك حبات او كيموتوا كاملين. اذا هذه هي النقطه الوحيده اللي في هذا يعني خطا كبير، انك هاد الارانب هادو كيخافوا، الطبع ديالهم هما خوافين، وفي نفس الوقت الارانب اعتبروا لهم بحال شي شمعه مضويه. اذا مشيتي تسلطي عليها قليل من البرد غادي تطفى. حاولوا انكم هاد الشمعه تخليوها منوره، والحمد لله راه فيهم الربح، ربح مادي، ربح معنوي، ربح بينك وبين الله. المهم جميع فيما فكرتي الارانب راهم يعني الربح ديالهم وفير الا صبرتي. ولكن القضيه الوحيده وهي انك تسترهم، ما توريهمش للناس، ما تبقاش تهضر عليهم بزاف. ربحتي صافي خذ ديك الربح، وراه غادي يتزادوا لك، وراه ربي غادي يزيد ويزيد ويزيد لك في الربح ديالك ان شاء الله. اذا الناس ما شاركوش معنا يشاركوا معنا. ما تنساوناش بزر جيم، تكيو على زر جيم باش تساندوني. كنشكركم على التعاليق الطيبه ديالكم. تكيو على زر جيم، تكيو على زر الجرس كيصلكم الجديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.